بعد انتهائها من احياء احدى حفلاتها الكتيرة بلاس فيغاس، طلبت احدى المعجبات لقاء النجمة العالمية سيلين ديون بالكواليس، الامر اللي رحبت فيه ديون بتواضع كبير، فاستقبلت المعجبة وحبيبة من اجل التقاط الصور التذكارية. ولكن ما كانت عارفة ديون انه الحبيب نيك رح يستغل فرصة وجود حبيبته أوستن الى جانب نجمتها المفضلة ويفاجئها بطلب ايدها للزواج. بموقف رومانسي فاجأ سيلين ايضا بشكل كبير وواضح. تمنت سيلين لهالكابل السعادة الأبدية والحياة الزوجية الهانئة كالحياة الزوجية اللي كانت عم بتعيشها مع زوجها الراحل روني أنجليل والمعروف مدى محبتها له. أما بختام اللقاء مع الحبيبين، وعدت سيلين العروسين لحضور حفل الزفاف والغناء فيه.